رجعنا مع حضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، وبنتحدث عن يوم أمس تحديداً رحل عن عالمنا فنان ومبدع كبير جداً، والحقيقة أنه هو صاحب مسيرة فنية حافلة، هو الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني. الفنان حلمي التوني كان أحد حراس الهوية في مصر، كان شاهد على جمال الوطن، وكان بيؤمن بأن مصر هي مصدر الفن والقيم والجمال. فضل يبدع حتى آخر لحظة في حياته رحمة الله عليه، واستطاع في أعماله أن هو يمزج ما بين التراث وما بين المعاصرة. أثبت أيضا أن الفن التشكيلي هو أحد الأعمدة المهمة في حماية الهوية. قدم المئات من اللوحات والألافات فعلا، يعني قرابة 4000 غلاف للكتب المختلفة. كان متخصص الحقيقة في التصوير الزيتي وفي التصميم، ومثلت المرأة بالنسبة له أيقونة في لوحاته وفي أعماله الفنية على مدار أكثر من نصف قرن. من جانبها تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فيها بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ونعت الفنان التشكيلي الكبير اللي أثرى الفن بأعماله واللي ساهمت في تشكيل وجدان أجيال كاملة. خلينا نتحدث مع حضراتكم بشكل أكثر تفصيلاً عن الفنان الراحل حلمي التوني ومسيرته الفنية، مع انضمام في استوديو هذا الصباح الكاتب الصحفي والناقد التشكيلي بدار أخبار اليوم دكتور طارق عبد العزيز. معنا صباح الخير على حضرتك دكتور طارق. صباح الخير على المشاهدين. اشرح لنا بقى إزاي هو الفنان العظيم أحد حراس الهوية المصرية. هو أنا هستمد جملة حضرتك قلتها، هي أن الفن التشكيلي من أهم يعني سماته أو وظائفه هو الحفاظ على الهوية، ودي كانت بتميز الفنان حلمي التوني بصراحة. يعني معظم أعمال هذا الفنان اللي كان بيطلق على نفسه أنه تلميذ للفن الشعبي، يعني عندما نبتدي أن احنا نحاول أن احنا ننقد أعمال هذا الفنان لا تجد أنه ينتمي إلى مدرسة بعينها. يعني أحد النقاد يقول أنه ينتمي إلى المدرسة التعبيرية أو الكلاسيكية أو السريالية في بعض الأحيان. أنا كنت بشوف أنه هو له مدرسة خاصة، وعندما كنا نتحاور مع هذا الفنان كان يقول باللفظ كده أنا تلميذ للفن الشعبي. هو محب جدا لهذا الفن، قدر يترجم خلال أكثر من 50 سنة أو 60 سنة أعماله في لوحات بتميزه عن غيره. يعني حلم التوني أكتر حاجة بتجذبني في أعماله خطوطه، الموديلات بتاعته اللي كانت 95% منها كانت حواء، رموز يمكن تكون النسبة أكتر شوية. ممكن نعتبر أكتر من كده. يعني هو حتى يوم أما كان بيرسم حاجة غير حواء تلاقي رسم طفل مثلا أو راجل في عدد قليل جدا من اللوحات. لا، وفي كمان حاجة مميزة حضرتك بتقول إنك كنت بتميز لوحاته من غير ما تعرف إن هو من غير ما أعرف. أنا لو ممكن لو داخل معرض جماعي أعرف لوحة حلم التوني من على بعد، وأنا فنان تشكيلي أساسا، لكن هذا الفنان له خطوط، له حتى طريقة في الأوتلاين. يعني هو كان دايما لما بيجي يرسم اللوحة دايما تجد حوالين البطل في أوتلاين مختلف عن اللون. دي كانت حاجة برضو إيه لما قعدت أدرس في شغل هذا الفنان فيها. لقيته فعلا بيعمل خطوط كأنه بيعمل أوتلاين للوحة أو للبطل أو البطلة في اللوحة. تمام. له رموز كثيرة جدا استمدها من الحارة المصرية ومن التراث الشعبي بشكل عام. اسمح لنا، الرموز دي قصة تانية وموضوع كبير هنتطرق مع حضرتك إليه، بس عايز أعرف نقطة مهمة، لأن هو كانت دراسته خاصة بالفن التشكيلي الغربي، وده يعني تأسس على هذا الأمر. إيه اللي خلاه يختار رحمة الله عليه أنه هو يعبر عن الفن التشكيلي ويستخدمه كفن شعبي ويقدم به الأعمال الشعبية؟ وهل ده هو اللي وصله إلى العالمية زي رحمة الله عليه أيضا نجيب محفوظ، كانوا كل ما بينغمسوا أكتر في المحلية بيصلوا أكتر إلى العالمية؟ تمام. عندنا فنانين يعني نهجوا هذا النهج، يعني الفنان عبد الهادي جزار والفنان حامد عويس أحد رموز الفن التشكيلي في مصر، أيضا يعني مشوا في هذا الخط. اللي حضرتك بتقوله طبعا هو اختار الفن الشعبي كي ينطلق من خلاله إلى العالمية، وده اختيار ممتاز واختيار ذكي جدا، لأن احنا بنفتقد ده في أوقات كثيرة جدا وفي مجالات عديدة حاليا. يعني الحفاظ على الهوية أصبح صعب جدا في هذا الوقت مع التكنولوجيا ومع الميديا، لكن بنلاقي فنانين يعني قدروا ان هم يعني ينهجوا هذا النهج ويقدروا ان هم يسطروا تاريخ من خلال الاعمال دي، والاعمال دي ساعدتهم فعلا ان هم يتفردوا، لان الفن الاوروبي كثير جدا. الفن المصري اللي بيميزه
يعني هي هذه الخطوط وهذه الاتمات بشكل عام يعني. طيب أنا كنت عاوزة بس أعرف إيه السر أو إزاي عرف يعمل التوليفة بين الحداثة والفولكلور الشعبي، وإزاي قدر يحصد يعني ملايين من أو يعني الآلاف المؤلفة من الجمهور؟ هقول لحضرتك، هو طبعا بحكم ان هو رسم أغلفة كثيرة للأطفال في أنا بعتبر ان في أجيال اتربت على شغل حلم التوني بالفعل. وفي مثلا على سبيل المثال أغلفة كثيرة جدا عملها أو رسمها لمجلة سمير، مجلة العرب الصغير الكويتية. فتخيلي حضرتك احنا بنشوف أعمال حلم التوني من أواخر الستينات أو السبعينات، يعني لما ألاقي مجلات قديمة ألاقي عليها أغلفة هذا الرجل واجي أعمل مقارنة بينها وبين أعماله دلوقتي ألاقي تقريبا ما فيش تغيير كتير، هو بيحافظ على تلك الخطوط. فهو أنا شايف أن في أجيال كتير جدا اتعلمت من هذا الفنان، وفي مدارس أو مدرسة معينة بتحاول أنها تمشي على هذا النهج. يعني عندنا فنانين بيسيروا أو بيعملوا نفس خطوط حلم التوني لأن هم شافوا أنه هو نجح في ده. طيب حضرتك بتقولي هو قدر أنه هو يعمل مزج. هو لما تيجي تسأليه على مين مثله الأعلى يقولك ليوناردو دافنشي الفنان الإيطالي الشهير، لكن في نفس الوقت تلاقيه هو حابب الفن الشعبي المصري وحابب ان هو يتوغل في هذا الفن، وهذا الفن غني جدا بالرموز والحكايات. حتى يعني في بعض اللوحات كان بيكتب عليها عبارات كأنك شايف حيطه من الحيطان اللي كنا بنشوفها مثلا في الحواري، تلاقي مكتوب عليها عبارات بطريقه معينه. فدي كان عملها في لوحات كثيرة جدا، وما كانش بيكتب الكلام إلا بعد ما بيخلص اللوحة. يعني هو بعد ما بيخلص عدد من اللوحات يبتدي يدور على جمل من أغاني. على سبيل المثال مثلا أنا شفت له لوحة كاتب عليها أغنية محمد فوزي الشهيرة، محمد أنديل آسف، بتاعت ثلاث سلامات. وبياخد جمل بقى مشابهة من أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، يضعها في جانب اللوحات اللي أيضا بتكون البطلة فيها هي حواء. يعني الدنيا كانت بتمشي إزاي؟ هل كان الأول بيبقى متأثر بالأغنية وبكلمات الأغنية فده بيديله الـ يعني بينزل عليه، خلينا نقول مش عايز أقول الوحي، بس يعني بينزل عليه يعني هذا الإلهام، وبالتالي بيرسم على أساس تأثره بهذه الكلمات، ولا العكس بيعمل الرسمة وبعد كده بيشوف الأغنية المناسبة ليها ويختار ليها كاسم؟ السؤال ده أنا سألته له يعني الله يرحمه، سألته له لأن هو فعلا طرق في ذهني، هل حضرتك بترسم ثم تكتب ولا بفكر الأول في الأغنية؟ الطبيعي أن أنا أبتدي بناء على الأغنية أرسم. لا هو كان بيعمل العكس، يعني هو كان بيرسم مجموعة لوحات ثم يبحث عن بيت شعر أو بيت زجل أو كوبلية من أغنية تمشي مع اللوحة ويبتدي يضعها. فهو كان بيعمل العكس اللي الناس كلها بتعمله، إن الناس بتبتدي تعمل سكتش عن مثلا عن طريق أغنية. لا وكمان حضرتك لفت نظرنا لانه يعني كان بيتمتع بحس فكاهي لطيف، وكان ده كمان بينعكس على لوحاته. دي حقيقه فعلا، يعني لوحاته فعلا لما تشوفها تشعر بالبهجه. وفي نقطه برضو غريبه شويه، انا يعني لما عندما تاملت العيون اللي بيرسمها الفنان حلم التوني هتجد ان في هذه العيون بعض الشجن، يعني مش كلها بتضحك، لا بتضحك زي نظره اللوحه الشهيره الموناليزا اللي انت مش عارف هي بتبص فين او بتفكر في ايه، او فرحانه حزينه، نفس الفكره. وهذا الفنان هو مثله الاعلى زي ما ذكرت، فربما يكون تاثر بهذا، لكن لوحاته اللي بيخليني اشعر بالبهجه اللون والخطوط البسيطه جدا، المسطحات بشكل عام. يعني هو يكاد يكون يرسم البعدين الاول والثاني، من النادر ان انا الاقيه بيجسم في هذه الاعمال الا بخطوط بسيطه ممكن تقترب في بعض الاحيان الى الرسوم الكاريكاتيريه. جميل. طيب حضرتك كنت ذكرت الرموز دكتور طارق، وان هو كان في عدد من الرموز حلمي التوني رحمه الله عليه كان بيستخدمها بشكل متكرر. ايه اللي كان بيخليه يستخدم هذه الرموز وماذا تعني؟ يعني احنا في كذا رسمة شفنا الشمعة، البلاص، الهدهد، البيضة، بالضبط، النخلة، الوردة، الحصان، حاجات كتير، الحصان أيضا. يعني أنا على سبيل المثال مثلا البيضة هو بيعتبرها رمز للخير، الشمعة رمز للإضاءة ورمز للمستقبل.
يعني لو بحثنا في كل النخلة أيضا نفس الكلام. والمرأة والطفل ليها وضع خاص في لوحات. طبعا لا، المرأة حدث ولا حرج، يعني هو متأثر مش عايز أقول من يعني لو رجعنا ورا شوية هنقول من نفرتيتي حتى فعلا، يعني أنا في أحد المقالات أنا كتبت كده أنه متأثر بداية من نفرتيتي حتى الفتاة المصرية اللي احنا بنشوفها في الحارة المصرية بالبرقع واليشكم واليمشي كلام. طيب خلينا نتكلم على ازاي نأثر بقى الثقافة المصرية بتاعتنا ونرجع فكرة الفن التشكيلي واللوحات وان الناس تبدع في الحاجات دي وترتاد مرة تانية النوع ده من المعارض بشكل كبير زي ما كان زمان، ازاي نعمل ده؟ ازاي نجذب الشباب؟ هي دي نقطة طبعا مهمة. أنا شايف إن العنصر الأهم في هذا الجذب حلقة زي اللي بنعملها دلوقتي، يعني اللي حضراتكم بتسلطوا الضوء على أحد رموز الفن التشكيلي، ويمكن ده يكون يعني عنصر جذب إن أنا أبتدي إن أنا يعني أزور المعارض. على إحنا داخلين على الجامعات، أتمنى إن الجامعات تهتم هذا الاهتمام ويبقى في رحلات لدار الأوبرا والمعارض اللي بتقام. يعني احنا عندنا في زخم تشكيلي في الفترة الحالية وفي الفترة القادمة عندنا في محفل مهم جدا زي صالون القاهرة اللي مر عليه اكتر من 100 سنة، سيتم افتتاحه الاحد القادم بإذن الله في دار الأوبرا، يعني كمان اسبوع ان شاء الله في قصر الفنون، واحنا بنتكلم في حدث مر عليه اكتر من 100 سنة. فانا بدعو يعني الناس ان هم او المهتمين بالفن التشكيلي لزياره هذا الحدث بشكل عام. تمام، يعني بنضم صوتنا لحضرتك ومستمرين في الحديث طبعا عن الراحل العظيم حلمي التوني، بس خلينا نشوف مع حضرتك ومع الساده المشاهدين هذا العرض المعلوماتي عن حلمي التوني رحمه الله عليه ونرجع مره ثانيه. مشاهدينا ولسه حوارنا مستمر للحديث عن الفنان الراحل التشكيلي الكبير حلمي التوني، ومعانا في الاستوديو منورنا الدكتور طارق عبد العزيز. نكمل حوارنا، وكنت عايزه اسال حضرتك بمناسبه هذا اللقاء الجميل، ازاي نقدر ناثر في الاجيال الحاليه ان هم يهتموا بالنوع الراقي ده من الفنون؟ زي ما بقول انا شايف ان في عنصر مهم جدا في المدرسه وفي الجامعه، لو انا عايز اعمل عنصر جذب لزيارة المعارض لازم أبدأ من المدرسة والجامعة. يمكن أنا أتمنى يكون في تعاون من خلال وزارة الثقافة مع وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم بشكل عام، إن أنا إزاي أتنقل بمعرض داخل الجامعة أو أعمل عنصر تبادل، يعني إن الطلاب يبقى في رحلة مثلا أسبوعية لزيارة المعارض المختلفة وما أكثرها. عندنا قاعات العرض
ما شاء الله في الفترة الحالية في زخم، يعني تقريبا كل أسبوع بلاقي أكتر من معرض، ما بلحقش أشوف كل هذه المعارض. جميل. بحكم تخصصي. لكن الغير متخصص إزاي أعمل له عنصر جذب؟ أنا شايف زي ما بقول لازم يبقى في تعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي ووزارة التعليم، وأيضا الميديا والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، ده مهم جدا. الصفحات المتخصصة في الفن التشكيلي اللي بتتواجد في الصحف دي برضو عليها عنصر مهم. مش عايز أقول برضو البرامج مش كتير، يعني النهاردة كام برنامج بيتكلم عن الفن التشكيلي؟ قليل جدا. طيب حضرتك قلت نقطة جميلة، فكرة جميلة، ان هي ممكن تكون هذه المعارض بتروح من وقت للتاني تكون موجودة في الجامعات المختلفة في قاعات مخصصة. صحيح ممكن ما تبيعش كتير باعتبار ان هو القيمة المالية ممكن ما تكونش يعني الكثيرين يقدروا عليها، بتكلم على الطلبة، ولكن الذوق العام وانتشار ورفع الذوق العام دي نقطة مهمة جدا، او حتى تنظيم رحلات لهذه المعارض من خلال الجامعات. تمام. طيب حضرتك ذكرت اهتمام حلمي التوني رحمة الله عليه، هذا الفنان الكبير، بالمرأة، وهو كان بيرى انه او صرح في اكثر من لقاء انه بيعتبر ان هو بيدافع عن الاقليات او بيدعمهم، بلاش نقول كلمة بيدافع. شايف حضرتك هو كان فعلا بيقدر يوصل رسائل من خلال رسوماته ويبرز مدى أهميتهم في المجتمع بشكل أو بآخر؟ لو احنا بنتكلم على حواء بشكل عام ولا بنتكلم على كل من كان يعتبرهم أقليات؟ يعني هو كان ليه فكر معين وكان بيتحدث عن هذا الأمر. هو كان مهتم زي ما قلت، كان مهتم جدا بالفن الشعبي، وده اللي قربه من عامة الناس، مش هقول من المتخصص بس، لا بالعكس، الناس كانت حابة شغله وحابة الرموز وحابة البنت اللي كانت بتبقى ملكة متوجة وهي لابسة الملاية وماشية في الحارة المصرية، وكان بيرسمها بنفس الزي ده، والفلاحة أيضا المصرية، والفلاحة والمشربية، عناصر إحنا بنحبها، عناصر قرينا عنها وشفناها في كتب نجيب محفوظ وفي أفلام نجيب محفوظ. ده اللي عمل علاقة وطيدة جدا بين هذا الفنان وبين عامة الشعب وليس المتخصص أو المتخصصين فقط. تاريخ حواء مع حلم التوني حدث ولا حرج، يعني أنا قلت من بداية نفرتيتي، ده هو في أحد اللقاءات، هو محب الحواء، في أحد اللقاءات قال أنا إخناتون، وإخناتون ده كان زوج نفرتيتي. يعني هو كان متخيل أنه هو هيتجوز أو هو زوج نفرتيتي هذه الملكة الجميلة. لو أنا فاكر صح، دي كانت في حلقة لبرنامج معكم منى الشاذلي واللي موجود على منصة واتشت. الحقيقة كانت حلقة جميلة جدا، غنية بالمعلومات بقى، وهو بيحكي تقريبا نفسه منى الشاذلي أو كان الكاتب إبراهيم عيسى، حاجة مش متذكر بالظبط، بس هي فعلا أحد اللقاءين دول. طبعا. وهو شبه نفسه قال أنا إخناتون، يعني أنا بشبه نفسي أن أنا إخناتون. وفي لقاء آخر قال أنا بعتبر نفسي مغني. مظبوط. مش فنان تشكيلي بس، لا أنا مغني، وشايف أن اللي ما بيغنيش ده عنده حاجة غلط، يعني بمعنى أنه بيرسم، عفوا، بيغني من خلال لوحاته، من خلال رسوماته. يعني هو شايف أنه بيعزف عزف منفرد من خلال أدواته بشكل عام. طب أنا عاوزك تتحدث لنا على جانب آخر بشكل أكثر تفصيلا، عن الأغلفة الخاصة بالكتب والمجلات. تمام. هو سطر تاريخ في ده، يعني زي ما حضرتك قلت، هو عمل أكثر من 3000 أو 4000 كتاب، معظمها طبعا كان في دار الهلال وأحد أو أكتر من دار نشر عربي بشكل عام، مش في مصر بس. مظبوط. خاصة في بيروت عمل برضو تاريخ وحصل على 3 جوائز من خلال رسومه لكتب الأطفال. يعني هو كان بيكتب كمان للأطفال، يعني هو في فترة من الفترات كتب للأطفال ورسم للأطفال وسطر تاريخ من خلال هذه الأغلفة اللي كانت أيضا تعرف أن هذا الغلاف رسموا حلم التوني من خطوطه ومن ألوانه بشكل عام. ده عمل علاقة بين عدة أجيال في هذا المجال التشكيلي بشكل عام. يعني الحقيقة أن الوقت ممكن قوي ما يسعفناش أن احنا نتكلم عن مسيرة حافلة لمدة 50 سنة لعملاق بهذا الحجم. أكثر من 50 سنة جميل. أكثر من 50 سنة ما شاء الله، ويعني انتجت في الكثير من المناحي المختلفة،
ولكن الوقت بطبيعة الحال ربما يكون عندنا محدود شوية في الحلقة، لكن إن شاء الله بنتناول وبنستمر في تناول مسيرة هذا الراحل العظيم حلمي التوني رحمة الله عليه، الفنان التشكيلي الكبير وأيضا الصحفي أو اللي كان معروف أيضا أنه ليه باع كبير أيضا في الإخراج المسرحي، فنان الحقيقة شامل ومتكامل. بس شرفتنا وسعدنا جدا بوجود حضرتك الدكتور طارق عبد العزيز الكاتب الصحفي والناقد التشكيلي بدار أخبار اليوم. أشكرك جدا وعزائي للمحبي هذا الفنان القدير.